هذا هو أنا، هذا هو أنا اللي باين في الصورة، معنقاني جدا في جنب المطمورة، مزينها كانت بالحي كل تام، ودمليج الفضة والخلخال والوشام، وبزيها محتارمة وفخورة. كنت أنا مازال صغير جالس في حجرة يوم العيد في نهار كبير، وهي فرحانة ومسرورة، باين عليا كنت مشطوم، فرحان بجدة ودير العرف وجوج قرون، وحتى هي البير والناعورة، كسوتي من توب الأمريكان، هي خنشة الطحين في أيام زمان، مطبوعة بيد زرقاء ويد فيها حمورة، الصورة مع طول الزمان بهاتت من أيام صندوق جدة اللي ماتت، كانت مخزونة في الصندوق وفي طرف التوب مسرورة، الصندوق مصنوع من عود العرعار وفيه صورتي اللي كانت وقتها سر من الأسرار، زيادة على مدجة العنق مدفورة، صورة شفتها وفكرتني في صغري، في الزمان اللي كان بداية عمري، في أرض كلها خضورة، محلاها صورتي في أيام زمان، فرحت حين شفت صغري كي كان، والبراءة باينة في عينيا، اليوم كبرت وهرمت وبانت الشيخوخة عليا، اليوم تغيرات الوقت باللي فيها ومشات البادية مع مواليها، وتقاليدنا صبحت منسية، يا ريت كون رجعنا للماضي ونذكروا التراث وعيش جدادي، ونشوفوا الصورة في الأيام الوردية، كانت الصورة بدون ألوان بالكحل والبيض، وتبقى مفخارة لكل إنسان، لكن دارت الدورة وفقدنا الإبداعات الفوتوغرافية، فقدنا تاريخ الصورة لتبقى تحفة نادرة وأزلية.